نعم يا ابني. أستاذ أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. قبلت؟ إيه؟ قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. زوج بنتي يعني؟ إيه؟ لا 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 يا ابن طلق طلق الحين أقول لك طلق. لا أستاذ مو مطلق. شنو مو مطلق به؟ أنا كنت أشرح لك الدرس، ما كنت قصدي إن أنا أزوجك بنتي. أستاذ الحين أنا تزوجت بنتك على حسب شرحك لنا، وكل الصبيان في الصف الحين شهود، صح؟ صح. البركة يا جاسم تستاهل. الله يسلمك. منك المال ومن هالعيال عزيز. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. بس ولا كلمة بس. وانت قاعد مكانك بعد، وانت طلق الحين طلق الحين طلق. لا استاذ ما بنطلق. طلق زين. سمعوني الحين راح اشرح لكم موضوع الطلاق، وابيكم تركزون في ذي الموضوع، خاصة انت. الواحد اذا بيطلق زوجته لازم يقول لها يا مريم انت طالق، سمعتوا؟ وراح ابتدي فيك يا جاسم. يلا ريبيت ريبيت وذ مي. قول يا مريم انت طالق. يعني الحين اسم بنتك مريم؟ حي الله عمي ابو مريم. بس تدري عاد قم لا المدير تعال تعال عند المدير. هو اللي تعال عند المدير. شوف لي حل مع هالجسوم. شوف لي حل شوف لي حل يا حضره المدير. شوف لي حل مع هالجسوم. شوف لي حل. شاست صاير شو السالفه؟ مو راضي يطلق بنتي. مو راضي انتوا اهله.